السلام عليكم ورحمه الله. انتما سيدي كتدخلوا هنا الغنم ديما في العيد الكبير لهذا الرحبه ديال الجديده ولا اول مره؟ لا دائما ندخل. انتما ديما كتدخل انت اول مره ولا ديما؟ نعم دخلت. العام دخلتي هنا في الباب شحال خلصتوا على كل راس ديال الغنم؟ هذا العام الاول. العام الاول 400. هذه هي الطريفه. هذا العام 1000 ريال الراس ديال الغنم. والطوموبيل شحال؟ 4000 ريال الطوموبيل. 4000 ريال. وما كتجيكمش بزاف ما جات؟ عين درنا معاه في الباب وقفنا مع ساعتين ولا ثلاثة ما بغاش والو ما بغاوش. خلص خرجي. واصحين معنا بزاف اصاحبي. وهذا الثمن ديال الباب دابا ما كيأثرش على الثمن ديال البهيمة الداخل؟ لا زدنا عليه وحنا في البهيم دابا هذاك الصاير زدنا على البهيمة وغلات وعندنا ما بقى لا بيع لا والو. وما كيبانش لكم بأن وراء المرة الجاية غتقلبوا على الكوري أحسن لكم؟ ونقلبوا على الكوري أحسن. ولا كراج تكريو ولا ولا ما نجيبوهاش كاع. إذا النداء ديالكم المسؤولين أش تبغيو تقولوا لهم؟ خاصهم يصاوبوا معنا ولا زعما فات 300 400 نبقاو 300 هي 400 اللي خارجه. هاد الناس هما اللي زايدين. انت باش غتقول المسؤولين اللي غيراقبوا ماش تقول لهم؟ تقول لهم باش يخرجوا يقلبوا ولا شي؟ يخرجوا يقلبوا. نعم دابا شحال الناس خلصات وشحال الطريفه تكون فهمتي؟ ما كاين لا طريفه ولا تخلص 4000 ريال الخروف و 4000 ريال الطوموبيل وغادي ما غاديش تكون الباب. صافي زيد هذا الطوموبيل كتخلص 4000 ريال. لا دابا شي حرام عليهم من شي 3000. 4000 ريال الطوموبيل. الطوموبيل. والراس ديال الغنم؟ 50 درهم. 50 درهم الراس. 50 درهم. والسبان. حرام عليهم من شي 3000، حرام. يعني ما بغاوش يتصنتوا لكم، ما بغاوش يتفاهموا معكم. حيد ديك الباب خل ترزق الله. سير موت ولا سير تفرقع. كيجري علينا. كيجري عليك. وبالنسبة للورقة اللي كيعطيكم، اش من ورقة كيعطيكم؟ كيعطيكم شي ورقة؟ كيكتبوها بالسي. شحال هذيك البنت؟ صافي. لا ثمن لا والو. ما فيها لا ثمن لا حتى شي حاجة. الفلوس اللي غيجمع هو. حساب الفلوس اللي غيجمع هو. كيدير الكونت باش يعطي الخلاصي اللي حدا هو كيحسب. أنت ما كيعطيك حتى ورقة. ما يعطينا حتى وحدة. صافي. سلام لالا. اشنا سميتك شريفية؟ طامو. من جديدة؟ اي من جديدة وليدي. كي لقيتي الثمن ديالك؟ الثمن غالي طالع. طالع الثمن. حاولي اللي كنا نشريو ذاك العام ب 36 38 هذا العام داير 50. 50 50 60. والمليح كاين ولا ما كاينش؟ المليح كاين موجود الخير. السلطة تحيد لنا الشناق. قولي لي. نطلبوا من السلطة تحيد لنا الشناقة. دابا المشكل راه ماشي غير في الشناق. المشكل راه حتى في الباب. الباب دايرين. لا قلت المشكل ماشي غير في الشناقه. المشكل حتى في الباب دايرين له ب 20 درهم للراس. هادو داروا 50 درهم للراس. اذا كتزاد حتى هي في الثمن. اي يا سيدي. فهمتي ولا لا؟ الباب هذا هو الباب. دايرين لنا واحد الثمن شويه ويعطيك 400 عاد الباب و50 درهم لداخل بالضبط. ديروا لنا الامن في الرحبه. ديروا لنا الامن. ديروا لنا الامن والله يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله. شحال خلصتوا على الغنم في الباب؟ 50 درهم للخروف. 50 درهم للخروف في الباب. والكاميو؟ كاميو 4000 ريال. 6000 ريال كاميو. انتوما خلصتوا 50 درهم للراس ديال الغنم. شريف شحال خلصتوا في الباب؟ 50 درهم. 50 درهم. إذا الطريفة كلشي الناس كتقول 50 درهم. شكرا. أنا غندوز عندك على قبل هذه القضية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قول يا شريف أنتم حاطين الغنم هنايا تبارك الله سردي مزيان. من دكالة أنتم ياك؟ ها دكالة نيت. مول فين كتجيو للرحبة ديال الجديدة ولا أول مرة؟ كنجيو ديما كل عام. كل عام. العام اللي فات شحال درتوا؟ شحال خلصتوا في الباب؟ خلصوا 600 درهم العام الأول. في الباب ديال أول مرة كنا خلصوا 400. شوية في الآخر كاين خلص 400 كاين اللي خلص 600 وهذاك الشيء ماشي بالنظام بالصحة. نعم. الصباح ملي كتجي مع 7 ولا 8 تخلصوا منهم 400 ومني كيجي مني يولي يجي واحد واحد كاين اللي تخلصوا ب 800 كاين اللي تخلصوا ب 600 ما كاين لا 90 وما وراسهم اش قال لهم؟ هنا عصابة. هنا دابا انتوما شحال خلصتوا انتوما؟ اليوم اليوم كانوا قالوا 50 درهم. 50 درهم والبارح؟ وقفنا في البيت. والبارح؟ البارح خلصنا 50 درهم. 50 درهم على الراس كيما بغى يكون. وهذا الطوموبيل شحال مخلصين عليها حتى هي؟ 100 درهم. 100 درهم الطوموبيل. اذا لا علاقه بدفتر التحملات. الطوموبيل كريم الراجل كريم 6000 خلص عليه 100 درهم. دابا انت غنرجع معاك لواحد النقطه اخرى هي ان قلتي الامن. الامن ما كاين الامن هنايا بصح بغى يجريسوني هنا عندنا. ملي بغيت نخرج قال لك خلص 20 درهم.
مخلص انا هنا 100 درهم ديال الطوموبيل كاينين ب 8000 دايرين 100 درهم مازوط عطيناهم 100 درهم ديال الطوموبيل وخا نخرج انا قال لك خلص 400 وهو الوجه منه كاين هنا في البيع ونمشي معاك حتى نعم اذا الامن ما كاينش الامن بحال ما كاينش وهنا الفوضى كاينه الفوضى على الباب ملي كنهضروا كيصيفطوا لنا الشماكريه حنا ببهيمنا وبكل مالنا كاين الشماكي يقول خلص وين نهرس الطوموبيل وكاين هذا الشيء ولو غادي نمشيو معاك نمشيو معاك حتى لعند الرساله وصلت شحال خلصتو شري في الباب 1000 ريال البيمه 1000 ريال البيمه 1000 ريال وصحه ماشي 1000 ريال الخروف 1000 ريال الخروف 1000 ريال الخروف 1000 ريال الطوموبيل 4000 الكاميون والصحه ماشي على الخط فين هنا اش من مدينه هنا جديده جديده باش الناس يعرفوا تما فين كانت ما بقاش من 10 ولاو دايرين هما عصابه هنا درويش بوك الرساله وصلت السلام عليكم ورحمه الله سلام اسم كريم رشيد السجيعي رشيد السجيعي انت من مدينه جديده ياك اليوم احنا كنشوفوك حتى من الناس اللي كيديروا التجاره ديال العيد يعني كتبيع وتشري فخر والصديق ديالك سميتك شريف حميد كيبيع هادشي ديال الماس وهادشي ديال الله يعاونكم قول لي هاد القضيه ديال الرحبه باش تدخل هنا تبيع واش كتخلص شي واجب ولا لا؟ شحال كتخلص؟ كيجيبوا 10 دراهم ولا لا انت؟ انا كنخلص 10 دراهم 10 دراهم انت شحال كتخلص الشريف؟ كل مره واش مره 20 درهم مره ما كاينش شي حاجه فيكس ما كاينش شي حاجه فيكس فيكس والو هما والكانه ديالهم ضروري زياده وكي كتبان الحركه شويه مزيان انا شويه مروجه الحمد لله الحمد لله ايوا نتمنوا لكم التوفيق الى هذه القضيه نعم الشفاره فيها بزاف كاين شفاره صريحه صافي هادشي اللي قالوا لنا الناس كسابر داخل قال لك كاينه الصريحه الصريحه هي اللي كيترسل واحد ديالنا كيترسل واحد دور عينيك هادشي اللي قال على باش غيتسمى شفار الى شتي خصك ما تشوفوش دور عينيك ترجع للخلقه ديالك تقدات نعم ونتمنى من الله يحميكم هذا هو اللي نقدر نكونوا ومبروك عيدكم مره اخرى شكرا لكم.